لأول مرة من 12 سنة ما رح يكون في أعلن عن أسماء ضيوف حلقة هالقربة. لأول مرة مش قادر أساساً أعلن أي تفصيل من تفاصيل الحلقة. كل يلي بقدر أقوله إنه قصتي هالأسبوع محكومة بالعادات والتقاليد. قصة مصرية رح أمشي فيها من أقصى شمال لبنان إلى أقصى الجنوب، بس في منطقة محظورة ممنوع الاقتراب منها. المواجهة هالمرة بيني وبين الوقت، في قلب عم بنبض، في نهاية، وهالمرة أنتوا اللي رح ترسموا نهاية القصة.